بداية سيد صلاح مساء الخير وأنست يعني الأراضي الليبية من جديد. الله ينسك ومساء الخير ومساء الخير على مصراته ومساء الخير على ليبيا كلها. بصراحة يعني كنت أود الحديث معك بتوسع أكثر، ولكن نظرا للظروف ياريت لو تعطيني نبدة مختصرة عن المشاق التي واجهتها في مشاركتك في البطولة بطولة العرب وبطولة العرب. والله المشاق طبعا هنا الأكل لازم ناكل اكل معين وكذا، المشاق ما تحصلتش على تاشيره المره الاولى لاسبانيا، والمره الثانيه كانت ظروف صعبه في التاشيره للاكوادور، لكن الحمد لله تغلبنا عليها والامور طيبه 100%. طبعا كل محبيك جاء اليوم لاستقبالك في ساحه التحرير، كلمه من صلاح بن فناس لكل من جاء في لاستقباله. الكلمه هي الله اكبر الله اكبر الله اكبر. شكرا لك سيد صلاح، ونتمنى لك السداد والتوفيق. بارك الله فيكم، وشكري الخاص الى مجموعه الدراجات الناريه، الشكر الخاص لهم وبارك الله فيهم، ومشكورين جميع الجمهور والمنورين.